المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أيها المسيح إلهنا، يا من صرت إنسانا وأنت الله، أهلنا أن نفرح بعيد ميلادك المجيد ونشكرك ونمدحك ونسجد لك مع مريم أمك ويوسف صفيك، ونهتف مع الملائكة: المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام، والرجاء الصالح لبني البشر. فنسبحك وأباك وروحك القدوس إلى الأبد. السلام للبيعة ولبنيها. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام، والرجاء الصالح لبني البشر. لنرفعن التسبيح والمجد والإكرام إلى الآب الذي أحبنا فأرسل إلينا ابنه الوحيد، وإلى الابن الذي ولد في بيت لحم من مريم البتول، وإلى الروح الذي يملأ عيدنا فرحا وسلاما وقداسا، الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا العيد وكل أيام حياتنا إلى الأبد. لك الحمد والشكر أيها الابن الأزلي الذي لا بدء له، أيها النور المحجوب الذي أشرق على العالم، أيها القديم الأيام الذي ولد طفلا من بنت داود. نتأمل اليوم سر محبتك لنا هاتفين: ما أعجبك يا الله، صرت إنسانا وما برحت أنت الإله. ما أعجبك يا الله، نزلت في مغارة فملأت السماء والأرض من مجدك. ما أعجبك يا الله، جاء الملائكة والرعاة والمجوس سجدا. بميلادك هدمت السياج بين العلويين والأرضيين، وأقمت السلام بين الأرض والسماء. بميلادك جمعت البعيدين والقريبين فاشتركوا في عيدك معا. بميلادك أعلن الملائكة للرعاة: لقد ولد لكم اليوم مخلص، هو الرب المسيح في مدينة داود. إليك نضرع الآن أيها الولد العجيب على عطر هذه الصلاة، هبنا أن نعرف سر تجسدك وامنحنا غفران الذنوب، وأصرف عنا أحزان النفس والجسد، واذكر أمواتنا الراقدين على رجائك. فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. عندما أخشع أمام المذود، عندما أسجد بلا تمرد، عندما ينثر السلام من يدي، عندما أعيش روحه للأبد.
نسجد لك يا ابن الآب في الأزل وابن البتول في الزمن، يا من بميلادك في الجسد أظهرت الله للعيان، فقربت إلينا الساكن في الأعالي وأنرت معرفتنا بمن لا تدركه العقول. اقبل صلاتنا وامنحنا نور معرفتك، وهب لنا مغفرة خطايانا، وأرح موتانا فنرفع المجد إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. قديشات ألوه قديشات حيل طنو قديشات لمويوتو شي حودتي لب من بعد داوي اترحم علي. قديشات ألوه قديشات حيل طنو قديشات لمويوتو مشي حودتي لد من بعد داوي اترحم علي. قديشات ألوه قديشات حايل طنو قديشات لمويوتو شي حودتي لد من بعد داوي اترحم علي. أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد. سر الإبن العجيب فوق إدراك الإنسان، فهو طفل حبيب اليوم عندنا قد بان. من رآه أشعيا فوق إدراك الإنسان، كان سرا خفيا اليوم عندنا قد بان. طفل العيد المجيد أنت قبلة الأنظار، شمس العهد الجديد أنت مصدر الأنوار. فصل من الرسالة إلى العبرانيين. وبارك يا سيد. المجد لسيد بولس والرسل، ولتحل مراحم الله على القارئة وعلى السامعين وعلى هذه الكنيسة وأبنائها المؤمنين إلى الأبد. أمين. يا إخوتي، إن الله كلم الآباء قديما في الأنبياء مرات كثيرة وبأنواع شتى، وفي آخر هذه الأيام كلمنا في الإبن الذي جعله وارثا لكل شيء وبه أنشأ العالمين، وهو شعاع مجده وصورة جوهره وضابط الكل بكلمة قدرته. فبعدما أتم تطهير الخطايا جلس عن يمين الجلالة في الأعالي، فصار أعظم من الملائكة بمقدار ما الاسم الذي ورثه أفضل من أسمائهم. فلمن من الملائكة قال الله يوما: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. وقال أيضا: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا. أما عندما يدخل ابنه البكر إلى العالم فيقول: فلتسجد له جميع ملائكة الله.
وعن الملائكة يقول: الصانع ملائكته أرواحا وخدامه لهيب نار. أما عن الابن فيقول: عرشك يا الله لدهر الدهر، وصولجان الاستقامة صولجان ملكك. أحببت البر وأبغضت الإثم، لذلك مسحك إلهك يا الله بدهن البهجة أفضل من شركائك. ويقول أيضا: أنت يا رب في البدء أسست الأرض، والسموات صنع يديك، هي تزول وأنت تبقى، وكلها كالثوب تبلى وتطويها كالرداء، وكالثوب تتبدل، وأنت أنت وسنوك لن تفنى. والتسبيح لله دائما. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. قال لوقا البشير: في تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بإحصاء كل المعمورة. جرى هذا الإحصاء الأول عندما كان كيرينيوس واليا على سوريا، وكان الجميع يذهبون كل واحد إلى مدينته ليكتتبوا فيها. وصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داوود التي تدعى بيت لحم، لأنه كان من بيت داوود وعشيرته، ليكتتب مع مريم خطيبته وهي حامل. وفيما كانا هناك تمت أيامها لتلد، فولدت ابنها البكر وقمطته وأضجعته في مذود، لأنه لم يكن لهما موضع حيث حلا. وكان في تلك الناحية رعاة يقيمون في الحقول ويسهرون في هجعات الليل على قطعانهم، فإذا بملاك الرب قد وقف بهم، ومجد الرب أشرق حولهم، فخافوا خوفا عظيما. فقال لهم الملاك: لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون للشعب كله، لأنه ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب في مدينة داوود. وهذه علامة لكم: تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مذود. وانضم فجأة إلى الملاك جمهور من الجند السماوي يسبحون الله ويقولون: المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام، والرجاء الصالح لبني البشر. ولما انصرف الملائكة عنهم إلى السماء، قال الرعاة بعضهم لبعض: هيا بنا إلى بيت لحم لنرى هذا الأمر الذي حدث وقد أعلمنا به الرب. وجاءوا مسرعين فوجدوا مريم ويوسف والطفل مضجعا في المذود. ولما رأوه أخبروا بالكلام الذي قيل لهم في شأن هذا الصبي، وجميع الذين سمعوا تعجبوا مما قاله لهم الرعاة. أما مريم فكانت تحفظ هذه الأمور كلها وتتأملها في قلبها.
ثم عاد الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحونه على كل ما سمعوا ورأوا حسب ما قيل لهم. حقا والأمان لجميعكم. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أخوتي بكل الكرة الأرضية يلي عم يعيدوا معنا اليوم عيد الميلاد، عيد ميلاد الطفل يسوع، عيد الحب، عيد الفرح، عيد السلام. عم نجتمع الليلة أخوتي مع ملايين المسيحيين المؤمنين والكهنة والرهبان والراهبات من كل مسيحيي العالم، من كاثوليك وأرثوذكس وكل الكنائس، لنذكر بعضنا بعض بالحدث الأول، بأنه تدبير يسوع المسيح الخلاصي يلي اتجسد بميلاده من العذراء مريم، يلي ولدته ببيت لحم. وبس نتذكر اخوتي بهالحدث كلنا منسجد لطفل المغارة، وكلنا منجدد إيماننا بيسوع الطفل بأنه هو ابن الله، ضياء مجده وصورته الأزلية، وضابط الكل بقوة كلمته. هو الوحيد يلي بيملأ كل الأزمنة، نزل على أرضنا بشبه البشر لنحنا نتعالى ولنحنا نرتفع معه إلى السماء تنسير آلهة. أخوتي نطلب من يسوع بهالليلة المجيدة إنه منقل له يا يسوع علمنا الحب يلي انت بدك اياه، علمنا الفرح يلي انت بدك اياه، وعلمنا السلام يلي انت بدك اياه، تتكون انت رجاء كل ايامنا المستقبلية يلي لابد ان يكون الميلاد نجمة وفرحة وعيدة ببركة الآب الوالد والابن المولود والروح القدس مكمل كل شيء. أمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور،
إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي، أمين. اقبل يا ود التائبين بحنو حلمك وعزوبتك، البخور المقدم لك من المؤمنين ابناء بيعتك، بأيدي أرباب الكهنوت لرضاك ربنا وراحة لاهوتك، وكما قبلت برأس الطور قربان إبراهيم خليلك، شبه ما لذت لك تيبار كائن شعبك، يلذ لك ربنا وخرنا وارضى عنا مولانا بوفور رحمتك. أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين، حبا لك ولاسمك القدوس أجزل عليهم بركاتك الروحية، وبادل عطاياهم الزائلة، هب لهم الحياة والملكوت، آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاص من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، ولا سيما الطوباوية والدة الله مريم، مار أنطونيوس، مار مارون، مار شربل، مار نعمت الله، القديس رفقة، والطوباوي إصفين. أذكر اللهم أباءنا وأخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيع المقدسة، بخاصة من نقدم عنهم هذه الذبيحة، واذكر جميع المشتركين اليوم معنا في هذا القربان، آمين. صلاتك معنا يا أطهر العباد، كوني عوننا حسب المعتاد، هو ذا حالنا للتلف أشرف، ارحمينا يا بارئة من الفساد، يا باتل صلي دائما لأجلنا لألا نهلك من قبل شرنا، أطلب
قلوبي تضرعي للإله ابنك لكي ما بطلباتك يا أرحمنا. نافور مار بطرس صفحة 751. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الآب إله السلام وسيد الأمان، هب لنا جميعا وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع بقبلة لا غش فيها، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم يا خدمة الروح القدوس. للإخوة السلام والمحبة والإيمان من الله الآب والرب يسوع المسيح، فليكن إله السلام معكم أجمعين. آمين. أمامك يا رب ننحني لنقبل منك البركة والمعونة لضعفنا، لأنك للجميع الملجأ والمعين، وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. يا رب أضئ بوجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر، وامحو جميع مخالفاتنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشاركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا، إن نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين. قدوس قدوس قدوس، أنت الرب القوي إله صباؤوت، السماء والأرض مملؤتان من مجدك العظيم. هوشعنا في العلا مباركون الآتي باسم الرب. وشعنا في العلا. إنك القدوس اللهم الآب وكثير المراحم، لأنك بحبك للبشر
أرسلت ابنك إلى العالم فتجسد من مريم البتول لخلاصنا. وبيومه هودك ضمحاش وديله ما بتحيي نساب اللحم بداو قديش وطول وبارخ وقادش وقصويا بالتلميدة وكدمار ساب أخو المنه كل خون هنود إتاو فغرو حلوف يكون وحلوف ساجية ما تقصي وما تيهي الحوصو يطحوبي والحاية ده العالم علمي خانوا عالكوس ودمزغوا من حمر ومن مايو بارخ وقادش ويا بالتلميدة وكدمار ساب اشتاو منه كل خون هنودن إتاو دموه الديل دياتي قي حداتو دحلو فيكون وحلو فساقية ما تشهد وما تيهي الحوصو يطحوبي والحاية ده العالم علمي آمين كيري ليسو. وبهذا أوصاهم وحضهم قائلا كل مرة تكملون هذه الأسرار تذكرون موتي وقيامتي حتى مجيئي نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاصي ومجيئك الثاني نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطأ بل ترأف بنا وارحمنا وأشح بوجهك عن خطايانا واعددنا لهذا تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب فاشفق اللهم علينا وارحمنا
واستجب لنا. ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا، فلنقف مصلين خاشعين. ارحمنا اللهم ارحمنا، وارسل علينا وعلى هذه القرابين روحك القدوس فيعضدنا ويسامحنا. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. كيري إليسون، كيري إليسون، كيري إليسون. فيجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا، آمين. ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا، آمين. فتكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية، آمين. اقبل يا رب ابتهالنا وطلبتنا، وامنح الأمان لشعبك والسلام لرعيتك، واحفظ رعاتنا مارب فرانسيس بابا روما ومارب شارة بطرس بطريركنا الانطاكي ومار مروان مطراننا وعدد الكاهنة والشمامسة وخدمت بيعتك المقدسة، ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا، نسألك يا رب. يا رب ارحم. واذكر يا رب من طلبوا أن نذكرهم ومن راموا أن يقربوا فما استطاعوا، واذكر من يعضدون بيعتك المقدسة، كن لهم سترا وملجأ لأنك مخلص الجميع، نسألك يا رب. يا رب ارحم. اذكر يا رب المسؤولين المدنيين في بلادنا وفي العالم كله، ألقي في ضمائرهم ما يعود على شعبك بالأمان والسلام، نسألك يا رب. يا رب ارحم. واذكر يا رب البتولة القديسة والدة الله مريم ومعها جميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين والقديسين كافة، ساعدنا بصلواتهم وأهلنا لحظهم ونصيبهم، نسألك يا رب. يا رب ارحم. اذكر يا رب الأباء الأطهار والملافنة الذين رقدوا واستراحوا بين القديسين، واذكر من اجتهدوا فحملوا بشارتك إلى العالم كله وثبتوا بيعتك المقدسة في الإيمان المستقيم، أعضدنا بصلواتهم وثبتنا في محبتك، نسألك يا رب. يا رب ارحم. اجعل يا رب ذكرا صالحا لأبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الراقدين هنا وفي كل مكان، اغفر لنا ولهم الخطايا والزلات، لأنه ما من أحد بدون خطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران الخطايا لنا ولهم. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح
وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. دوما يكفر عنا كما قد فدانا بنوع عجيب. أما قد تجسد طوعا وأشرى دماه الزكية فوق الصليب. دماه الزكية فوق الصليب. أيا رب رحمك أشفق علينا واقبل قرابيننا يا رحيم. وهذه الذبيحة تعال الخطايا رسمت بفضل عميم. كما قد رسمت بفضل عميم. يا قربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. نضرع إليك اللهم الآب معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة واقبل هذا القربان. نهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. لا تدخلنا يا رب في امتحان التجارب، لأننا لا قوة لنا عليها، بل نجنا من كل شر، لأن لك الملكوت والقدرة والمجد ولابنك الوحيد ولروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك احن رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحه الغافر وأمام جسد مخلصنا ودم المحيي من يتناول واقبل البركة من الرب. بارك يا رب الساجدين لك المنحنين أمامك الضارعين إليك، وأهلهم لمراحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير. ونرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوار معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع وليسأل الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس
ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. جسد ودم سيدنا يسوع المسيح يعطى لي لمغفرة خطاياي وللحياة الأبدية. آمين. زينة المدن التقيه أتى، من إليه الوعد ذوبك، أنت قدس أنت وهج سنا، تاج عز مقدس الملك، كرم الرحمن غامره، دون أهل الأرض كان لك، من ترى حل مدينته، كالذي حلاك جملك. أيضا وأيضا بك يا ربنا أعترف، والتسبيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا يا محب البشر. ارحمنا ارحمنا يا رب، يا حنون يا محب البشر، ارحمنا. ها منذ الآن بارك الرب يا جميع عبيد الرب الواقفين في بيت الرب وفي ديار بيت إلهنا. ارفعوا أيديكم إلى القدس فليباركنا الرب من صهيون، جبل قدسي صانع السماء والأرض، المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى نشكرك أيها الآب على هذه الموهبة التي منحتناها، ولو كنا غير أهل لها. لا تخجلنا بخطايانا، بل اعضدنا وخلصنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. السلام لجميعكم. روحك ابسط أيها الرب يسوع يمينك، وبارك شعبك، احفظهم بصليبك، وكن لهم سترا وملجأ، وكملهم بفيض بركاتك. فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين.
يا إله الخير والرب الرحوم والسيد الرؤوف، يا من قبلت قربان هابيل الوديع وذبيحة إبراهيم الخليل وملك صادق الخادم وكل ذبائح الآباء وقرابينهم، ثم قبلت قرابين الرسل والآباء والشهداء والمؤمنين باسمك الذين أرضوك بأعمالهم. هكذا يا رب اقبل برحمتك وتحننك هذه الذبيحة المقدسة التي قدمناها، واجعل بها للخطأ غفرانا أمين، وللمرضى شفاء أمين، ولمنكسري القلوب رجاء أمين، وللحزانة عزاء أمين، وللموت راحة أمين، وللأسرى خلاصا أمين، وللمسافرين رفيقا أمين، وللبعيدين مرشدا أمين، وللقريبين حافظا أمين. ويمين رحمتك تبارك هذه البلاد وهذا الموضع وسكانه المؤمنين باسمك. اصرف عنهم يا رب الأزمنة الرديئة والأحزان الشديدة، نجهم من التجارب المهلكة، ادفع عنهم يا رب ما يؤذي أجسادهم وما يهلك نفوسهم. يا رب انصر حكامنا المؤمنين باسمك القدوس، واغفر خطايانا وخطايا هذه الجماعة التي ترانا بشفاعة السيدة أم النور ومار يوحنا البتول وجميع القديسين أمين. ينعاد عليكم ميلاد مجيد وعام سعيد من كندا، من أرض كندا إلى أرض لبنان إلى أرض كل مسيحي على كل وجه الأرض. حل الله بيننا مثل إنسان مسكين، شالنا من ذلنا فلنشكره ساجدين. ارتجت أورشليم بالصبيان الصارخين بالإنشاد والترنيم للآتي الفادي الأمين. غنوا المجد الأعظم يا أشواق المؤمنين، ابن الله الأكرم سبحوه رافعين. بين أشواق السماء في أشواق القديس مجدا حيا أعظم، غنوا فادي العالمين.